والله أنا بطالب جميع المسؤولين سواء كانوا أشخاص أو جهات بأنهم يصدروا قرار بتوحيد الزي الجامعي، لأن الطلبة والطالبات خلاص ايه اليومين التخلف دول اللي مبقوش بيقولوه ده؟ بيلتزموا ناقص بأي يقول لهم لبس يشربوا ايه وياكلوا ايه؟ وبيروحوا بيه ده لو الحرم طبقوا الكلام ده ويخشوا هتبقى بأي حاجة خانجة جو حاجة وهيبقى شكلنا ولا طلبة المدارس. غير منظمة انسي يا تماما نودي، ما ينفعش ومنظمة طبقوا الكلام ده، تماما ده هبل. يعني ايه يعني هما مالهم باللي بيلبس جينز مقطع ولا اللي بيلبس تماما. سبورتيف ولا اللي عامل تاتو؟ حرية شخصية. هما مالهم؟ امال مين اللي ماله؟ يعني انتوا عاجبكم الشباب اللي ماشي في الشارع مطلوج كده لابس محزج ومقطع ما تعرفيلوش اذا كان واد ولا بنت؟ والله يا ست صالحه بجاجيل مهبب، البنات بقت مسترجله والعيال بقت منسونه. خليكي في حالك يا بنت. حاضر. بصراحه ياما فيروز عندها حق. كسر حجك. هي مين اللي عندها حق؟ بلك اللي يحكمني على بنات الجامعه دول انزل وراهم بالنبوت اضرب كل بنت لابسه لبس فاضح اكتر مساتر. يا ماما صالحه ما هي ناديه اهي في كليه طب جامعه اسيوط ولبسها محترم. عشان لجيه ام ما ترضاش، لجيه ام تقول لها تلبسيه وما تلبسيه. طب اذا كان هما اللايف ستايل بتاعهم كده يعملوا ايه يعني؟ ايه الفايف ستايل ده؟ انا قصدي نظام حياتهم يعني. الجامعه المفروض تعلمهم الحريه مش العبوديه. حريه ايه وعبوديه ايه؟ بلك بنات مصر دول افتحي لهم الباب واطلقيهم يمشوا في الشوارع ببدل الرقص. اما كتكمو اما يشطحك والله امسك الشبشب واشرب واركبيه. طبعا اذنكم. قوم اعملي لي قهوه ولا هتعملي فيها دكتوره علي. ومسكت البيت ومسحت بكرامتها الارض. والنبي يرضيك كده؟ يا ريتني كنت قاعده وربنا تستاهل. بلا قله حياه. عندك حق مرت عمي. يخرب بيتك، وانا اللي قلت هتنصفيني. ياما انت ست كبيره، ما تبقيش خلطانه وبالكبري. انا كبيره غصب عنك. عارفه يا ناديه لو هتقولي لحد اني غلطانه حط راسك في الصحن اللي قدامك، سمع ولا لا؟ صوتكوا جايب اخر البيت ليه؟ توحشتك يا ام. البيت عفش من غيرك يا ولدي. تلات ايام ياما ما شفتش النوم. ازيك يا نادي؟ بخير يا اخوي. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. ما البنت فيروز فين؟ هقول له تقولي لي ايه يا بنت؟ فيروز كانت بتهزل مع امك. وايه الجديد في ده؟ امك قلبتها جد. يا دي النيله السودا. لا، وشدت على البت وطلعتها معيطه. جرى يا بنت، انت معايا ولا معاها؟ بقول لك ايه يا ولد، انت عارف امك كويس. اجده ماليش في العوج ولا ليا في جلع المساروه ده. يما انا اقعد العمر كله اقنعك. المصريه غير الصعيديه. يعني ايه؟ يعني مختلفين عنا في كل حاجه، عاداتهم غير عادتنا، تتعاملي معاهم زي ما بتتعاملي معاهم. يما اضعف في مشاعرها حتى في صحتها. اللي فوق دي لو ضربتها بسجاره سوبر على دماغها تموت. انما الصعيده قدامك اهم، لو ضربتها عيارين هتلملك الفارغ وتدولك تاني. عندك ليلى ما شاء الله بتفطر قدره فول وعشرين نغيف. رايح فين يا ولدي؟ هطلع صالح الغلبانه دي اعمل ايه؟ ربنا يروقك. صالحه وهي اللي غلطانه؟ قلت ايش عرفك انها غلطانه؟ انت كنت قاعده؟ أعوذ بالله منك يا ليلى، أعوذ بالله. خلاص يا ليلى، يعني هو كان ضربك بالنار ولا ايه؟ بيهزر معاكي ما تعيطيش. وحشتني عدد نجوم السما، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني. وانت كمان. اياك تكون زعلانه من امي. لا انا ولا انت نقدر نزعلوا منها. تعرفي ليه؟ عشان دي الوحيده اللي لو غلطت ما اقدرش اقول لها انت غلطانه. وانا ما اقدرش ازعل منها، بالعكس دي الحاجه سبايسي اللي في حياتي. سبايسي؟ يعني دي حاجة حلوة ولا وحشة دي؟ يعني دي حاجة مسلية. أهي سبايسي، والكلام اللي أنت بتقوليه ده اللي هيخليك أنت وأمي عمركم ما هتتفقوا. على فكرة كلمتك كذا مرة وموبايلك مقفول كالعادة. التليفون وصاحب التليفون كانوا فاصلين شحن، بس أديني جيت عشان أشحن. طبعا الله يكون في عونك، ما أنت تلات أيام بره البيت.
هو انا بمزاج يعني؟ ما انت عارف اليومين بتوع كل سنه مولد سيدي عبد الرحيم الجناوي، ما يحوشنيش عني غير الشديد القوي. ما هو باين اللي في يدك ده يا فيروز. دي هدومك عشان تلبس؟ يعني واحد بعيد عن مرته ثلاث ايام، يوم ما يرجع البيت هيلبس هدوم برضك يا فيروز. ايوه يعني عايز ايه؟ يعني مش فاهمه. عايزك تشد الستاير وتضلم الاوضه وانا هقول لك هنعمل ايه. فهمك بطيء يا فيروز. الله اكبر، ولفت خلاص على اصول لبس الصعيدي. انا عايزاك بقى زي ما بتحل مشاكل الناس تحل لي مشكلتي. مرة زين الجناوي عندها مشكله؟ ده لو ربنا استقل من الداخليه واقعد جنبك لحد ما احل المشكله دي. مشكله ايه؟ يعني مش كفايه انك بعدت عني ثلاث ايام، كمان هتحرمني من خروجتي كل اسبوع؟ عشان تعرف انك ظلماني. ايه دول؟ تذكرتين للسينما اللي في لوكسور عشان تتفرجي على الفيلم اللي نفسك تشوفيه. كل مره بتعرف تضحك عليا، مش بعرف ازعل منك خالص. معناته ايه الكلام ده؟ معناته اني بحبك. وأنا كمان بحبك. الساعة 10 تبقى جاهزة عشان ما نتأخرش. حاضر. بس ما عندهاش رحمة. اطلبوني بعد أسبوع جواز بس. بشايلين الشغل كله على دماغنا، كأن ما فيش حد شغال في القسم غيري. هاتيلي الساعة. ما تقوليني الساعة يا بت. فيا بنت مالك؟ الصراحة أنا لسه مش مصدقة نفسي. إحنا شكلنا هنقعد في العبط ده كتير. طب أقول لك إيه؟ أنت معاك رقم تليفوني. أول ما تصدقي كلميني على طول. زين. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صدقت دلوقتي؟ صدقت. أنا وربنا ما مصدق. سلام عليكم. ليلى. إيه اللي خلاك استنيتيني العمر ده كله؟ قلبي يا زين. قلبي كان مطمني. قلبي كان مخليني أرفض أي حد غيرك. خليني حاسه انك هتبقى من نصيبي. بس مش كل حاجه القلب بيختارها بتبقى صح. اوقات القلب بيختار لنا غلط. اوقات بيختار اللي بيتعبنا. يخلينا نشتري اللي بيعنا. اوقات القلب بيغشنا. بس انا قلبي ما كدبش عليا يا زين. طلع صح. هو قال لي انك هتبقى من نصيبي وحصل. أنا عارفة إنك لسه ما حبيتنيش، وعارفة كمان إنك جوزتني عشان حاسس بحبي ليك، بس قلبي برضه بيقول إنك هتقولها لي. هقول لك إيه؟ إنك بتحبني. وحشتيني. كلمت من قلبك يا سيدي؟ من قلبك صح؟ هو من قلبي. هو من ورا قلبي يعني.